أربع عهود رئاسية مرقت على البلد من وقت انتهاء الحرب الأهلية، أسست كل واحدة منها لجانب من المأزق الرئاسي الحالي. الرئيس لازم يكون توافقه، وإلا أي طرف عنده التلت المعطل بعرقل جلسة الانتخاب. بس شو العمل لما الطبقة السياسية مقسومة وأكثر من طرف عنده التلت معطل؟ الرئيس لازم يكون قوي بطايفته، وإلا ما عنده شرعية. بس شو العمل لما أكثر من طرف عندهم شعبية بطايفتهم؟ الرئيس لازم يكون عندهم صلاحيات أكثر، وإلا ما في يحكم. بس من مين بده ياخذ هالصلاحيات؟ بغياب أي طرف قادر يفرض جواب على هالأسئلة، بيتحول الفراغ للخيار الأفضل لجميع اللعيبة السياسيين. خلصت الحرب الأهلية بسيطرة النظام السوري على البلاد وبإضعاف سياسة للقوى المسيحية، وبقرار من حافظ الأسد صار الياس الهراوي رئيس جمهورية بعد اغتيال رونيه معوض 18 يوم بعد انتخابه كأول رئيس تحت اتفاقية الطائف. ركب الهراوي حد رئيس الحكومة اللي جاي من خارج النظام رفيق الحريري، ورئيس مجلس نواب بعده شاب اسمه نبيه بري، تيشكلوا مع بعض ما عرف بالترويكا، وحكم النظام السوري لبنان من خلال هالتركيبة يلي خلقت نظام من المحاصصة والتعطيل تحت سيطرتهم، سمحت لهم يدوزنوا بين كل الأقطاب السياسية. وقتها تمثيل الشعب لأي رئيس ما كان مهم، الشرعية الوحيدة كانت بعنجر مركز المخابرات السورية، ويلي منه كانت تندار اللعبة كله. بلشت هالتركيبة تتزعزع مع بداية الخلاف بين رفيق الحريري والنظام السوري يلي اختار قائد الجيش أمين لحود كالرئيس الجديد لينافس الحريري. نعلن فوز المرشح أمين لحود رئيسا للجمهورية اللبنانية. تحجج لحود بمحاربة الفساد ومشروع الحريري الاقتصادي ليستبعده من الحكم. رد الحريري من خلال انتصار انتخاب كبير بالانتخابات النيابية، ورجع فرض حاله كرئيس للحكومة سنة 2000. كانت بداية فكرة القوي بطايفته هو يلي بياخد الرئاسة التابعة له. ومع الخلاف بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بلش الحكي عن صلاحيات رئيس الجمهورية وضرورة إعادة البعض منها كطريقة من قبل النظام السوري ليحد من حضور الحريري السياسي. انتهى الخلاف باغتيال الحريري بال 2005 وخروج الجيش السوري وانتهاء مرحلة الوصاية وعودة الأطراف المسيحية إلى الساحة السياسية من المنفى أو الحبس. دخل البلد مرحلة نزاع عميق انتهى بأحداث 7 أيار واتفاقية الدوحة يلي اختارت ميشيل سليمان كالرئيس الجديد بعد مرحلة فراغ رئاسي دامت 6 شهور. بس رئيس التسوية إجا مع شرط، فرضوا حزب الله والتيار الوطني الحر، وهو مبدأ التلت المعطل. بعهد سليمان ركب المأزق الرئاسي ويلي صار مستحيل حله بسهولة. نظام التعطيل صار عنده أداة جديدة، التلت المعطل، يلي حولته لنظام جمود. هوية الرئيس صارت ضايعة بين مطلب الوفاق ومطلب الشعبية ضمن طايفته. الانتخابات الرئاسية صار عنوانها صلاحيات الرئيس وضرورة إعادة النظر بالطائف. وبعد فترة جديدة من الفراغ الرئاسي، هالمرة دامت سنتين، انتخب ميشيل عون. أحلف بسم الله العظيم. أحلف بالله العظيم. أحلف بالله العظيم. رجع نظام الترويكا، بس هالمرة بنكهة أكتر شعبية. رئيس طالع من طايفته، قاعد حد رئيسين كمان طالعين من طايفتهم، بس ضابط الإيقاع هالمرة لبناني ومنه بالشام. كل شيء كان مفروض يكون منيح للنظام اللبناني، على أساس قطع مرحلة الانشقاق وبرهن على قدرته ينتج توافق جديد. بس باقي القصة نعرفها، تعطيل، محاصصة، انهيار العلاقة مع الحريري، انفجار العلاقة مع بره، انهيار اقتصادي، ثورة شعبية، مأزق رئاسي جديد.